صاحب محامس كرداش. بدايتنا كانت في أول فرعنا كان بشارع إيدون بسنة 99. بوجه شكر لأمي بصراحة، لأنها هي يعني ثابرت وصلت للمرحلة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد درويش كرداش. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. مع أستاذ درويش، حضرتك صاحب محامس كرداش وبالتحديد في إربد. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. احنا اسمنا درويش كرداش، صاحب محامس كرداش. بدايتنا كانت في أول فرعنا كان بشارع إيدون بسنة 99. نعم، بس تحكي لي أكثر عن بداياتك. أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المشروع؟ وكيف من بدايتك أصلاً اتجهت لهذا القطاع؟ اتجهنا للمحامس. أنا اشتغلت بمحمص واشتغلت فترة طويلة، صار حوالي تقريباً 8 سنوات فيه. اتجهتني فكرة أني أفتح محمص. بلشت بدايتنا بالمحامس بسنة 15/5/99. نعم. والفرع الأول كان إربد شارع إيدون. بس تعرفني بالتفصيل على أهم الخدمات والأصناف اللي عم بتوفروها عندكم للزبائن. إحنا هنا بالنسبة لمحامس كرداش، إحنا من شغلنا تركيزه كله على المكسرات والقهوة. وفي أشياء تنوعية هي الشوكولاتة. إحنا بنحاول نوصل للمستهلك أفضل أنواع المكسرات والقهوة. ويعني اي انتقاد او اي ملاحظة تيجي علينا على الصنف او كذا بنحاول انه نطوره احسن من اول. نعم، بس نحكي بالتحديد عن فرعكم هذا الجديد بمناسبة الافتتاح، ايش عاملين عروض للزبائن؟ وكمان بما انه قرب شهر رمضان. والله على هسه اليوم يعني من هون ل اول الشهر عندنا عروض على رمضان، راح تكون كثير يعني للمستهلك اسعار كثير رخيصة. متناول انه يشتريها. إجمالاً يعني نحكي على البهارات مثلاً، على اللوزيات، على الجوز، على الزبيب، على كل أنواع الضروريات رمضان نحكي. بس شو اللي بيميزكم عن المحامص الثانية؟ إحنا ميزة جودة البضاعة عندنا، يعني إحنا خط التحميص اللي عندنا
مدربين بشكل كامل انه يطلعوا البضاعه بافضل افضل نوع لنا، يعني جوده عاليه بتكون البضاعه. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ والله احنا هسه احنا فتحنا الفرع هذا، وعندي فرع، في فرع جديد هسه قريبا يعني راح يكون، واحتمال انه نتجه لعمان ان شاء الله. بس تحكي لي شوي عن اهم المشكلات اللي انت عم بتواجهها او واجهتها، وخصوصا في ظل جائحه كورونا. العمال اول مواجهه كانوا عندنا مشكله، كانت العمال اول شيء، وعانينا كثير معهم، وعمليه اغلاق المحلات كانت بكورونا اثرت كثير على شغلنا. وشو بدي احكي لك، مشاكل كثير. انا عندي اكثر من يعني قطاع كمان، انا عندي مصنع كمان نفس الشيء برضه مسكر من جائحه كورونا. برضه مصنع مكسرات إلنا. نعم. برضه مسكر. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ إحنا نقول له إنه يوقف جنب نحكي اللي هم المستوردين والتجار اللي يقدموا خدمة للمواطن أحسن من هيك. إحنا عملوا أشياء كثير كويسة هسا، اللي هو تنزيل الجمارك وكذا، هاي الأمور ساعدت المواطن إنه يصير الصنف أقل من أول. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجك؟ أنا بشكل بوجه شكر لأمي بصراحة، لأنها هي يعني ثابرت ووصلتنا للمرحلة هاي. بقول لك بفضل يعني أنا الشخص الوحيد اللي دعمنا واللي أعطانا دفع لي هو والدتي والله. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع كردس؟ احكي لي أكثر، وين موقعكم أو مواقعكم وطرق التواصل معكم؟ إحنا أول إشي إنا صفحة على الفيسبوك بتواصل مع الزبائن كلها، وفروعنا معروفين، واحد في شارع إيدون، واحد عند مجمع عمان، وعندنا هون عند وارد درة في فرع. نعم، شكراً لك. تمام. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد درويش كردش على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتنا، يسعد مساك، وشكرا لك. شكرا لك كثير. كلك سوا. شكرا.